ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يستكشف أين الصدق الحقيقي في ذلك، ويصبر على مرارة الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. والكذب يحتاج تحري؟ نعم. وجه التحري الذي يحتاجه الكذب الحيلة، الخداع. طب كيف أقنعه؟ طب إيش المبرر؟ مالك تأخرت عن العمل؟ أصل أمي مريضة، أمه ماتت قبل سنوات. مالك لم تحضر الاختبار؟ قال أصابني مرض شديد ماغص. يتحرى الكذب. طيب عندك تحقيق في 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 المحكمة لا قدر الله، المحامي حتى يستطيع أن يأخذ المال ويسلم الذي قد وكله ولو كان ظالما ولو كان سيئا، سيدي القاضي، حضرات اللجنة كذا وكذا، الإنسانية تقتضي. يتحرى الكذب لأنه إخبار بغير الواقع حتى يكتب عند الله كذابة. والجنة والنار تتناسب مع مفهوم المصلحة في الإنسان، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ثمرة تتعلق بواقع الإنسان، ارتقى بين الحبيب وبما هو أعلى من الواقع، أعلى مما يأمل الإنسان في شؤون مصلحته، إلى حقيقة معاملته عند ربه، حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله كذابا. الصديق الكذاب أمور تتعلق بشيء في باطنك، وهو أثر منزلتك عند الله في قلبك. هذا المعنى يرتبط بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمات الرسالة، قبل أن يتكلم، قبل أن يخاطب غيره، مقدمات الرسالة منه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، أنه كان صادقا، حتى لقب في قومه الصادق الأمين. والأمانة وصف يلازم الصدق، وهما منطلق في الأخلاق. يأتي الكلام عن الأمانة في مجلس آخر إن شاء الله عز وجل. حتى أنه لما نزل عليه الوحي ورجع صلى الله عليه وآله وسلم وهو ترتعد فرائصه، يقول دثروني، يقول زملوني، أخذت السيدة خديجة تطمئنه. فلما أخذت تطمئنه جاءت بهذه العبارات، لما قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحيم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة، أو تكسب المعدومة، القراءتين صحيحتين لمعنيين، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذكرت السيدة خديجة هنا صفات، هذه الصفات هي محل طمأنينة في نفس السيدة خديجة، أن الذي تكون فيه هذه الصفات لا يرى خزيا، لا يخزيه الله في الوجود. وآه، ما أشد الخزي الذي تعانيه الأمة اليوم. فإذا أرادت الأمة أن تخرج من الخزي فلتتنبه إلى مثل هذه الصفات. وفي مثل هذا المجلس الكلام عن الصدق، فقالت السيدة خديجة: وتصدق القول، تصدق الحديث، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وتصدق الحديث أي أنك صادق. فوصف الصدق كان وصفا في سيدنا محمد قبل أن يبعث، والذي جاء بالصدق فهو صدق صادق صدوق، قبل أن تأتي الرسالة صفة فيه تهيئه لإبلاغ الرسالة، تهيئه في نفسه لحسن الأخذ عن الله والفهم عن الله. لهذا قالوا أن الإنسان الصادق لا تكاد تخطئ رؤيته، رؤيا المنام. الذي يعتاد الكذب في النهار رؤياه يكثر فيها غير الواقع، والذي لا يعتاد إلا الإخبار بالصدق إذا نام لا تكاد تخطئ رؤيته، لأن الذي يعتاد الصدق يحسن التلقي، يحسن منه الفهم. المؤمن صادق صدوق، المؤمن يصدق. ما معنى يصدق كلام غيره؟ أي أنه يحسن الفهم عن غيره، لأن الصدق مفتاح لحسن التلقي، إما عن الغيب بالنسبة للأنبياء بالوحي، وبالنسبة لغير الأنبياء إما بالرؤية الصالحة، وإما بالإلهام الذي يحصل للإنسان والذي لا يترتب عليه تشريع، وإنما طمأنينة، أنسة، فتح لمخرج، باب فرج. هذه كلها يحسن التلقي فيها بشرط حصول الصدق في القول. هذا في نفس الإنسان يحتاج إلى الصدق، ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم مظهر الصدق. وفي غيره، وفي أثر الصدق الذي في الإنسان على الغير، يبرز كونه صادقا، يترتب على كونه صادق أن الآخرين تقبلوا كلامه،
إن لم يغلب على أنفسهم الكذب الذي فيهم أو نزعت الهوى التي عندهم. فوصفه صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق كان قبل حصول النبوة. فلما جاءت النبوة وجاءت الرسالة قبل بروز النبوة، لما برزت جاءت خاطب الآخرين، تهيأ الصادق الصدوق صلى الله وسلم عليه وعلى آله، تهيأ الصدق صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ أصدق حديث في الوجود، أصدق كلام في الوجود، وهو كلام الله عز وجل. وعامل أصحابه بالصدق، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، حتى في المزح لا يتأتى أن يكذب. يأتيه رجل يقول يا رسول الله احملني، أي يهيئ لي دابة أركب عليها، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم أحملك على ولدي ناقة. فقال يا رسول الله ما يصنع بي ولد الناقة، ما أصنع به ولد الناقة؟ العرب تطلقه على الصغير، على القعود الذي لا يزال صغيرا. فقال فظن أن النبي سيحمله على جمل صغير، فقال وما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل البعير إلا ولد للناقة؟ يعني كل بعير هو ولد للناقة، أمه ناقة. فكان حتى في مزاحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينطق إلا بالصدق. كان صلى الله عليه وآله وسلم في السراء والضراء لا ينطق لسانه إلا حقا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر ذلك وظهرت ثمار ذلك في أصحابه، أولا في توجيهاته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنراه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله في توجيهه لأصحابه يقول اضمنوا لي شيئا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يوثر الصدق وحتى يترك الكذب في مزاحه والمراء وإن كان صادقا. الصدق القبيح الذي مر قبل قليل ذكره، المراء أي الجدل للجدل لا للوصول إلى الحق، والكذب ولو في المزاح أمرنا رسول الله أن نتركه. وانطبع ذلك في سلوك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أثر الصدق في أحوالهم، وهو ما يأتي الكلام عنه في المجلس الذي يأتي إن شاء الله عز وجل، أثر صفة الصدق في رسول الله على أصحاب رسول الله وعلى الأمة من بعدهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي مدح.